الأهرام. وهذا المقال للدكتور حسن أبو طالب، وعنوان المقال قدر مصر أن تهزم الإرهاب. دكتور حسن أبو طالب بيتحدث عن الدول اللي بيشبهها أنها كالأفراد لها أقدار ومصائر، ويتحدث أنه قدر مصر أن تواجه آفة الإرهاب نيابة عن العالم كله، وقدر المصريين أن يسقط منهم الضحايا الأبرياء، وأن يظل جيشهم دائم الاستعداد للدفاع عن الوطن بناسه ومقدراته، وتظل شرطتهم واقعة تحت ضغط المواجهة ومؤسساتها مستهدفة بغية إفشالها ومن ثم إسقاطها. دكتور حسن أبو طالب يتحدث عن مصر التي يرى أنها صحيح بالنسبة لكبرى التنظيمات الإرهابية، مصر هي الجائزة الكبرى للتنظيمات الإرهابية، سواء وصفت بالإخوان أو داعش أو القاعدة أو أي اسم آخر، وهو يساوي هنا بين كل هذه التنظيمات. يرى أن الكل مجمع على قيمة مصر، مجمع عفوا على قيمة مصر وقدرها وصمودها طوال السنوات العشرين الماضية، وخاصة السنوات الخمسة الماضية تحديدا في مواجهة هذه الجماعات والتنظيمات اللي اسمها أنها جماعات وتنظيمات العنف والتطرف والإرهاب والفوضى. ويرى أنه خيبة أمل كبرى لتلك الجماعات البغيضة هو الصمود الموجود الآن داخل مصر. يتحدث دكتور حسن أبو طالب ويضيف: للأسف الشديد تجربة مصر فيما أسماه تضامن العالم معها لمحاربة الإرهاب مليئة بما وصفه الكاتب بالمرارة والغضب من السياسات المزدوجة والضغوط الخفية والمواقف اللي وصفها بأنها مواقف ملتبسة وغير متعاونة. يرى أنه صحيح هناك من ساند مصر بقوة في حربها ضد الإخوان والإرهاب والضغوط الاقتصادية والإعلامية، إلا أنه يرى أن هؤلاء قلائل ويستحقون من المصريين صحيح كل الشكر والتقدير، ويتحدث تحديدا عن أبرزهم وهم المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت.